لم تترك أمثال العرب شيئا إلا أتت على ذكره، حملت العيد معها ونقلته من معنى إلى آخر، فحكى الجود والفرح والفقر والأدب والطرائف وغيره الكثير. تعال معنا في الموروث الشعبي نلتقط الأمثال ونقرأها. يوم العيد تنمسك اللحم بالإيد، يحل عيد الأضحى فيصبح اللحم في متناول يد الفقير بعد أن كان محروما منه طوال العام. يوم عيده بيشبع عبيده، تذبح الأضاحي فيأكل الفقراء والأغنياء، ويتنعم عباد الله برزقه سواسية لا فرق بينهم، ولا يكون هذا إلا يوم العيد. العيد بيلم الأجاويد. في العيد يجود الأغنياء بما من الله عليهم، فتكثر الأضاحي في بلاد المسلمين، ويختصون الفقراء بأجود ما فيها. وفي العيد بيطلع المخبى. العيد مناسبة لإنفاق المدخرات، فيخرج الناس المال لشراء الأضاحي وتوزيع العيديات على الأطفال والأقارب وإكرام الفقراء. اللي ما يذبح موت خير من حياته، فيه اعتقاد بأهمية الأضحية في دفع البلاء عن النفس والأهل وحفظ المال وزيادة الرزق. لو إجت العواشر ما تحلك شعر ولا تقص ظافر، والمثل مأخوذ من الشرع، فإذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد المسلم أن يضحي، يجب ألا يقص شعره أو يقلم أظفاره إلى حين يذبح. العيد عيد العافية يتردد كثيرا على ألسنة المتعففين الذين لا مال معهم لشراء ملابس العيد لأطفالهم، أو لا يجدون ما يأكلون، فيذكرون أنفسهم أن العافية في العيد هي ما يهم. في العيد صون بطنك، ولما تزور صون عينك. يدعو المثل إلى عدم الإسراف في تناول الطعام أيام العيد، وغض النظر عن بيوت الناس وخصوصياتهم أثناء زيارتهم. إن جه العيد البس جديد. ارتداء الملابس الجديدة من مظاهر العيد الأساسية، تعبيرا عن السرور به وتعظيمه بتمييزه عن باقي أيام السنة. العيد للي يعيد فيه. العيد لمن التزم بطقوسه من أداء صلاة العيد إلى الزيارات العائلية وتفقد الأحبة إلى إظهار الفرح وإشاعته بين الناس. بنتك حلوة زي كعك العيد. مثل طريف يرى أن الفتاة الحلوة يكثر خطابها فتتزوج سريعاً، تماما كما ينفد كعك العيد سريعا بسبب الإقبال على طعمه اللذيذ.
بعد العيد ما يتفت الكعك، ويعني أن قضاء الأمور يجب أن يكون في موعدها، ففي تأخيرها تنعدم الفائدة كالذي يخبز كعك العيد بعد انقضائه. في يوم الحلق نادي لمرق، مع اقتراب العيد يتعاون جميع أفراد الأسرة في تجهيز الحلق وهو كعك العيد، فكل من مر يجب أن يشارك. أخبرنا، ماذا أحببت من هذه الأمثال؟ هل تعرف غيرها عن العيد؟